عقد صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي دنو مؤتمرا صحفيا تناول من خلاله الإنجازات التي حققها أثناء ولايته على رأس الاتحاد الإفريقي، حيث حضر المؤتمر الصحفي كافة الوسائل الإعلامية العامة والخاصة. محمد حسن عبد الرسول، مزيد من التفاصيل. بحضور وسائل الإعلام العامة والخاصة جاء هذا المؤتمر الصحفي لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي دنو بمناسبة نهاية فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي. في مستهل هذا المؤتمر الصحفي رحب رئيس الجمهورية إدريس دبي دنو بوسائل الإعلام العامة والخاصة، مؤكدا في خطابه بأن هذا المؤتمر الصحفي جاء مع نهاية دورة الاتحاد الإفريقي، وهي فرصة لعرض الإنجازات والقرارات التي اتخذناها خلال ترأسنا لإدارة الاتحاد الإفريقي، وذلك بالتعاون مع القادة الأفارقة والشركاء. وأبرز ما يميز هذه الدورة هو تحقيق السلام والتنمية ومحاربة الإرهاب. أنا نقول غير عن 2016 كان أخواننا الرؤساء عن الغرة السمراء كلفونا بها، ممكن قدرنا أملنا وعندنا النتائج كثيرة. النتيجة الأول كان نحن شدنا قرارات كثيرة جدا، زي ما تعرفوا الاتحاد الأفريقي هو وضعناها سنة 1999. كان عندنا وحدة إفريقية قوية، خيرنا وجينا بالاتحاد الإفريقي. زمن كان رؤساء الزمن كان 1963، خصصوا اتحاد الوحدة الإفريقية. كان وقت ذاك تقريبا 32 البلدان كان عندهم استقلال، كل البلدان الآخرين كان في تيت الاستعمار. وشنو شالوا مثل هدف؟ هدفهم شالوا انه بنادلوا لحد ما القارة دي يلقى استقلالها كاملا. والشيء اللي بيقولوها في جنوب افريقيا ابارتايد، عنصرية، هي عنصرية في جنوب افريقيا، ناموا يعني نادلوا وفجأنا انه وصلنا على درجة قلنا رؤساء الزمن كان شالوا الهدف دي، اهدافهم كلها هم كملوها. كما عملنا خلال الدورة الاتحاد الافريقي بالتعاون مع اخي الرئيس بول كاغامي على ادخال تعديلات في كيفية تمويل الاتحاد الافريقي وعدم الاعتماد الى الدعم الخارجي. خلاني وقت اللي كان رفقاني رؤساء عينوني رئيس دورة 2016، شلت عنه قرار لازم نخير الودي الهاشم ماشي في الاتحاد. تعرف انه كان الاتحاد حتى في هيهنا الاتحاد كان ممولين من برا، 70% ممولين من برا، برا من اوروبا ومن دول الاخرين اوروبيين اكثر. اليد البنتيك تاكل ما تقدر تقول لا، كل ما هو دورة شيء هو دورة تسيله، وما عندك استقرار في ده، استقلال في ده ما عندك. قلنا انه ده ما سهي، غرة عندها امكانيات ولازم نخيره. وأملنا يعني تاكس يعني درايب في كل الأشياء الداخل في البلد 2.02% يشيلوها، ويعني ده يبقى
بكلام فرنساوي قبل ما كلمت، لكن تقريبا يبقى في سنة على حسب الشيء اللي عملناه تقريبا 2 مليار دولار يعني في السنة. وأضاف رئيس الجمهورية في رده على أسئلة الصحفيين بأن الدول الإفريقية قررت أن تراجع كيفية التبادل التجاري مع الدول والشركاء. في نهاية التبادل التجاري، الاتحاد الإفريقي بيقول شنو؟ نحن نصنع كل شيء ونعمل كل شيء، أشياء عندنا كلها بدون ضرائب نجيب لكم في أفريقيا وتاكلوا تكفوا وتاكلوا. فكان في بلدان قرروا أن يوقعوا ده. قلت شيء ده ما معقول، ما أصل ممكن أي بلد يشيلها واحد ويمشي يناقش مع الاتحاد الأوروبي. ده يخص كل الأفريقية وكل القارة. أينا رئيسنا الاتحاد مع رئيسنا الدور ومع رئيس زوما عن جنوب أفريقيا عشان يمشي قسم القارة ومع الاتحاد الأوروبي، الشيء ده نحن ما نعملوه ما ندروه ما ننسوه. بالتجارة بالنص واحد ده ما ننسوه. فالشيء اللي نحن دايرين في القارة ده يعني نحن ذاته الأشياء اللي عندنا الخيرات اللي عندنا ده من ما نسيطروها برا يعدلوه يسووا يجيبوا لنا هنا يجيبوا لنا خالي ده، نين السيادة في بلدنا داخل في قرار داخل من ذا قدامنا شينا قرار أنه نسوه ده. وفي سؤال حول انتخاب موسى فكي محمد، فقد أكد رئيس الجمهورية بأن اختيار موسى فكي محمد على رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي جاء نتيجة لدور تشاد الكبير في حلحلة الأزمات في القارة الإفريقية، وأنه الرجل المناسب بما يمتاز به من خبرات وكفاءات علمية، حيث تقلد العديد من المناصب الإدارية والحكومية المختلفة، وكان على رأس الدبلوماسية التشادية لتسع سنوات متتالية، داعيا الجميع التشاديين وخاصة الأجهزة الإعلامية الوطنية الوقوف معه ودعمه في تحقيق النجاحات في هذه المهمة الإفريقية التي تتولاها تشاد في تاريخها الحديث، وهو شرف كبير لتشاد. كما طلب رئيس الجمهورية في حديثه أمام وسائل الإعلام بترك ثقافة البغض والكراهية وزرع الفتن والانقسامات بين التشاديين من قبل بعض وسائل الإعلام والساسة، ودعاهم إلى روح الحوار والمحبة والسلام. وفي سؤال بمناسبة تزامن هذا المؤتمر الصحفي مع ذكرى 2 فبراير، قال رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو أن 2 و3 فبراير 2008 تعرضت العاصمة إنجمينة لهجوم من قبل مجموعة من المرتزقة أرادوا العودة بتشاد إلى المربع الأول، إلا أن إرادة قوات الدفاع والأمن وحمل البندقية كرئيس لتشاد لمواجهة هؤلاء المرتزقة، والذي لم يفعله رئيسا قط، ليس من أجل الحفاظ على هذا الكرسي بل من أجل أن تبقى تشاد، قررت واخترت الموت خير لي من ترك تشاد والتشاديين بأن يعيشوا في حروب أهلية. فمنذ ذلك التاريخ شهد تشاد الاستقرار والسلام والتنمية والبناء والازدهار.